في فيينا مدينة النسيم العليل والأدب والثقافة والعلوم يحل ضيفا مكرما محمد بن زايد يحل ضيفا على مستشار النمسا في زيارة رسمية. كيف التقت حضارة الجزيرة العربية في صحرائها المنبسطة وخليجها الدافئ مع حضارة جبال الألب المكسوة بالثلج وسط أوروبا؟ تلتقي الحضارتان في رؤية قائدين طموح وإقدام لتحسين واقع حسن أصلا، رؤية أفضت إلى تنسيق سياسي ودبلوماسي في القضايا الدولية وتنمية اقتصادية في مجالات متعددة ومشاريع مستقبلية توجتها الشراكة الاستراتيجية. يرى مستشار النمسا في الإمارات نموذجا تنمويا حضاريا ومركزا اقتصاديا مهما وملتقى للحضارات والثقافات، وترى الإمارات أن النمسا في طليعة الدول التي ترغب في تعزيز شراكاتها معها في إطار سياساتها القائمة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وجذب الاستثمار، لتمثل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بداية مرحلة جديدة وديناميكية في العلاقات الثنائية. إذن بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي سبستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا الاتحادية الصديقة العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة لتعزيز المصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال معالي سبستيان كورتز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في العاصمة فيينا، والذي رحب بزيارة سموه إلى النمسا معربا عن ثقته في أن الزيارة تشكل دفعا قويا لمسار العلاقات بين البلدين والفرص الواعدة لتنمية تعاونهما. هذا وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي سبستيان كورتز مستشار النمسا اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والتي تأتي تأسيسا على العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، وبهدف الانتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك الذي يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين. ورحب سموه والمستشار النمساوي بتوقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، معربين عن تطلعهما إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين. وتشمل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مجالات توثيق التعاون، حيث يتقاسم كلا البلدين وجهة النظر التي تفيد بأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المذكورة أدناه من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين. وقد قاما بتعريفها كمجالات ذات أولوية لتوثيق التعاون. وفي مجال التعاون السياسي والدبلوماسي والدولي، يحرص كلا البلدين على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية من خلال زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتبادلات الدبلوماسية، ومن خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة.
ويعيد البلدان تأكيد التزامهما بنظام دولي قائم على القواعد مع وجود الأمم المتحدة في جوهره، وسوف يستكشفان فرص التعاون في المؤسسات المتعددة الأطراف بما في ذلك الأمم المتحدة لتعزيز وتقوية التعددية الفعالة بما في ذلك تعزيز التسامح وحقوق الإنسان. ويحرص كلا البلدين على العمل معا على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب والعمل المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما يعتزم البلدان استكشاف التعاون في مجال جهود المساعدات الإنسانية والإغاثة، وسيبحثان فرص تبادل وجهات النظر في التنمية الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك في البلدان والمناطق النامية. وفي مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار المباشر والشراكات بين القطاعات، يحرص كلا البلدين على إقامة علاقات اقتصادية أوثق والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما اتفق البلدان على الاستفادة من معرض إكسبو 2020 الذي يقام خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 من مارس 2022 في دبي تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، من أجل إنشاء وتعزيز شراكات ثنائية طويلة الأمد بين الأعمال التجارية. ويحرص كلا البلدين على التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني وزيادة تعاونهما في قطاع السياحة وتعزيز شراكاتهما الصناعية مع التركيز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وزيادة التعاون في مجال البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز، وكذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة. كما يعتزم الجانبان إقامة تحالف هيدروجين ثنائي والحرص على تعزيز التعاون في مجال الفنون والثقافة والتراث وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة وباء كورونا. ونرحب بضيوفنا في هذه الحلقة الخاصة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى فيينا في زيارة رسمية إلى الجمهورية الاتحادية. ونبدأ هذه الحلقة مع ضيفنا سعادة عمر البيطار سفير سابق ودبلوماسي، وأيضا معنا في هذه الحلقة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية. أبدأ معك سعادة عمر البيطار، من أين تكتسب هذه الزيارة، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى النمسا، أهميتها الخاصة؟ مساكم الله بالخير ومشاهدين الأعزاء. بطبيعة الحال هذه الزيارة تأتي والعالم يشهد أزمة كورونا كوفيد 19، وهي تثبت أن للعالم أن الإمارات لم تتوقف أبدا في بناء جسور العلاقات مع دول العالم، سعيا حقيقة لتوطيد العلاقات مع الدول من أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين من جانب، ومن جانب آخر لترسيخ عجلة التقدم والازدهار. دولة متقدمة لديها معرفة عميقة وهناك علاقات وطيدة قديمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، بدأت منذ عام 1974 بزيارات عديدة للمستشار الألماني حينها، حوالي 8 زيارات من عام 73 إلى عام 86. وبطبيعة الحال المستشار الحالي معالي سباستيان كورتز زار الإمارات في 2018 و2019. وهذه الزيارات والتبادل زيارات بين البلدين والتعاون في كافة المجالات والاستثمارات المتبادلة تعمق العلاقة بينهما وتساهم مساهمة كبيرة، مما هو مهم في هذه اللحظة أو توقيت الزيارة أنها تأتي بعد أن انتخبت الإمارات لمقعد مجلس الأمن لعامي 2022 و2023، وهذه إشارة مهمة، شعارنا الترشح لهذا المقعد كان باتحادنا أقوى. وبالتالي هنا نلاحظ أن القيادة الحكيمة والرشيدة تسعى إلى توطيد العلاقات بزيارات متوالية،
إذن على المستوى العالمي هذه الأهمية تنبع من هذه من هذا المنطلق. نعم. أما نعم. نعم سعادة عمر بيطار، سأستكمل معك هذا الحوار في جوانب عديدة تخص العلاقات بين نعم. الجانبين، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى سعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية. سعادتك، إذا تم تتويج هذه الزيارة وهذه العلاقات باتفاق الشراكة الاستراتيجية، دلالات وأبعاد أن تقيم دولة الإمارات وجمهورية النمسا الاتحادية الصديقة هذه الشراكة الاستراتيجية؟ مثل ما تفضل زميلي سعادة الأخ عمر البيطار، العلاقات الإماراتية النمساوية ابتدت منذ فترة طويلة. وزارة المالية وقعت مع جمهورية النمسا ممثلة بوزارة المالية اتفاقيتين، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، اتفاقية ساهمت في جذب الاستثمارات الإماراتية لجمهورية النمسا. مثل ما نعرف اليوم دولة الإمارات أكبر شريك أو دولة مستثمرة خارج الاتحاد الأوروبي في جمهورية النمسا، ثم ساهمت استثمارات إماراتية في خلق الكثير من فرص العمل. ومثل ما تفضلت في الملخص اللي تقدمت فيه في البداية، غالبية الاستثمارات كانت استثمارات بترولية وفي بعض المصانع وبعض الصناعات المرتبطة بالبترول. كذلك دولة الإمارات لها علاقة اقتصادية كبيرة مع جمهورية النمسا خارج الإطار الاتحاد الأوروبي، فهي أكبر دولة تستثمر وأيضا تستورد من جمهورية النمسا. نحن نتشارك أيضا مع جمهورية النمسا من ناحية المساحة الجغرافية، من ناحية حجم الاستثمار بين الدولتين. كذلك هناك الكثير من التشابه وكثير من التكامل بين الدولتين. نعم سعادتك، سنأتي على تفصيل كل هذه المحاور، ولكن أعود مرة أخرى إلى سعادة عمر البيطار. يعني ما الذي أسهم في تحول العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا إلى ما هي عليه اليوم من أهمية عبرت عنها قيادة البلدين؟ هو حقيقة الإمارات هي أنا أعتبر الإمارات جوهرة الشرق بما أنجزته. الإمارات جاذبة لدول العالم، نتكلم في السنوات الأخيرة كانت حقيقة ملفتة لانتباه جميع دول العالم دون استثناء، كانت دول كبرى أو دول متقدمة، جميع دول العالم. الإمارات بسياساتها المنفتحة بتسامحها، هي تقوم على 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 أساسين أو عمودين رئيسيين. مدرسة زايد رحمه الله، الأخلاق والإنسانية من جانب، وطورتها واستمرت بتطويرها قيادتنا الرشيدة على نهج الشيخ زايد طيب الله ثراه، العلم والمعرفة. وصلت الإمارات إلى هذه المرتبة. اهتمام الدول بإقامة العلاقات مع الإمارات هو نتيجة سياسات الإمارات الحكيمة، انفتاح الإمارات، كون الإمارات اليوم تستضيف بشر من جميع دول العالم دون استثناء يعيشون ويعملون على هذه الأرض الطيبة بكل أريحية في جو آمن. النمسا ضمن هذه الدول، لو لم يكن الأمر كذلك لما استثمرت النمسا 7 مليارات في دولتنا الحبيبة. وبالتالي هنا ونحن نهتم من باب أيضا بناء القوة، اتحاد القوة عن طريق دورنا في مجلس الأمن وتعزيزه، هو التفاهم والتوافق السياسي، التوافق الدبلوماسي حول المستقبل، تأمين أجيال المستقبل. النمسا دولة لديها عقول متقدمة، لديها تكنولوجيا متقدمة، نود أن نستفيد من هذه الميزات الموجودة لدى النمسا. وبالتالي هنا النمسا كما أشرتم أشار سعادة زميلي يونس خوري وكيل وزارة المالية، أن التعاون المالي والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين أيضا تساهم في تعزيز هذه العلاقة. نعم. إكسبو وراء الباب، يعني نتكلم شهر أكتوبر مشاركة النمسا في إكسبو، وربما من خلال الأجنحة المختلفة للدول ومن بينها النمسا يستطيع الزائرين لهذا المعرض أن يقفوا على
مدى علاقة الإمارات بجميع دول العالم. نعم، أعود إليك مرة أخرى سعادة يونس حاجي خوري. إذن كما تحدثنا بأن تتويج هذه الزيارة والعلاقات الوطيدة بين البلدين باتفاق الاستراتيجية أو اتفاق الشراكة الشاملة بين البلدين، أنتم كمسؤولين حكوميين في مجال العلاقات أو الشؤون المالية، كيف تمهد هكذا علاقات وطيدة مع دول أخرى في يعني تسهيل مهام عملكم مع تلك الدول؟ نحن اليوم دولة الإمارات مثل ما تفضل سعادة الأخ عمر تستضيف الكثير من الجنسيات، كذلك تستضيف الكثير من الشركات، فبالتالي دولة الإمارات أصبحت اليوم مقر للكثير من الدول والشركات اللي تبغي تتوسع في مجالاتها المالية والاقتصادية، تستغل وجودها في دولة الإمارات. اليوم يمكن عدد الشركات اللي موجودة بشكل مباشر شركات نمساوية في حدود 25 شركة، ولكن هناك الكثير من العلامات التجارية اللي أيضا موجودة في الدولة، العلامات التجارية تزيد على 1500، فتبادل التجاري في وضع جيد وفي وضع توسعي وأيضا في وضع نمو، والنمو هذا يساهم في 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 خلق فرص عمل وخلق فرص استثمارية جاذبة لكلتا الدولتين. ونحن في وزارة المالية ووزارات المعنية بالمال والاقتصاد دائما نطمح في وجود البنية التشريعية والبنية التحتية لتحمي تلك الاستثمارات وتعطي دافع للمستثمرين انهم يعني يزيدون من استثماراتهم. فالحمد لله دولة الامارات اصبحت اليوم مقر للكثير بوضع تشريعاتها المالية والاقتصادية، وكذلك وضعها في مؤشرات التنافسية العالمية. اليوم دولة الإمارات أصبحت من أفضل الدول في المنطقة، أصبحت من أفضل 10 دول في العالم في مؤشرات التنافسية العالمية، سواء كانت من المؤسسات الأوروبية أو كانت من البنك الدولي في الولايات المتحدة. نعم، لا شك سعادتك بأن التعاون الاقتصادي بين الدول هو تعاون وطيد، ولكن ما الذي تعنيه توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الدولتين على المستوى الدولي؟ في التقرير المبدئي اللي عرضته، أن اليوم نحن نعرف جمهورية نمسا من الدول السباقة في طاقة الهيدروجينية. الطاقة الهيدروجينية تحتاج الكثير من المدخلات، الصناعة هاي والمدخلات هاي متوفرة اليوم في دولة الإمارات، وبالتالي في هناك يعني تكامل بين الدولتين لتطوير الطاقة الحديثة. في نمسا هناك الأفكار والعقول وكذا، وفي دولة الإمارات أيضا البنية التحتية اللي موجودة، هذا التكامل واللي بيساهم وبيطور في تحديث الطاقة الجديدة اللي بتحتاج لها الدول في المستقبل. جميل جدا، أعود إليك مرة أخرى سعادة عمر البيطار. إلى جانب ما تحدثنا عنه من علاقات يعني استثمارية تجارية اقتصادية وطيدة بين البلدين، دعنا نتحدث عن هاجس مشترك وطموح مشترك بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، ألا وهو التعايش السلمي ومكافحة الأفكار المتطرفة والإرهاب. تحدث مستشار النمسا وأشاد بدور دولة الإمارات في محاربة الأفكار المتطرفة، إلى أي مدى اليوم هو مهم أن تتعاون الدول بشكل وثيق لمحاربة الفكر المتطرف ومحاربة أيضا الجماعات الإرهابية؟ دون شك أن جهود الإمارات في هذا المجال واسع وعميق. نحن لدينا مركز هداية ومركز صواب، نحن كنا سباقين في مجال حقيقة مكافحة التطرف والإرهاب على مستوى عالم، وشاركنا في تحالفات. الدول تتطلع إلى الإمارات كنموذج متميز. لا ننسى أن قياداتنا أيضا لها تأثير كبير في الساحة الدولية، قياداتنا اعتبرت في التنافسية أو في مجال قياس تأثير القادة على في الساحة الدولية من في 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 القائمة 10 الأوائل. هذا تأثير كبير يعتبر، يعني حقيقة قيادات حكيمة، قيادات تعي ما معنى حياة الدول، كيف تنمو الدول، كيف تتقدم الدول، أن التعاون في مكافحة المخاطر. هذا جانب الإرهاب والتطرف
هو جانب، لكن أيضا هناك مخاطر على البشرية ككل. الإمارات تنادي من أجل تحقيق الخير للبشرية والإنسانية ككل. تعي الإمارات التحديات التي ستواجهها دول العالم مع مرور الوقت من تغير مناخي. الإمارات بلد نفطي لديه غنية بهذا المورد الكربوني كمصدر للطاقة، ولكن في نفس الوقت الإمارات تهتم بالطاقة المتجددة. النمسا من الدول المتقدمة في هذا المجال، نسعى إلى حقيقة الاستفادة من الخبرات النمساوية في مجال الطاقة المتجددة، من ضمنها كما أشار أخي سعادة يونس خوري أن الهيدروجين هو جزء منها. هذا الاهتمام حقيقة يثير إعجاب دول العالم، هذه الدولة النفطية. وبالتالي أنا هذا ما أشرت إليه، أعتبر الإمارات أنها جوهرة بين الدول، تسعى الدول للتعاون معها كما الإمارات تسعى لأن تتعاون مع دول العالم. النمسا في قلب أوروبا، النمسا دولة لديها تاريخ عريق، هي تجاور أهم الدول الأوروبية، لديها تاريخ عريق، لديها تأثير في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي بناء العلاقات مع جميع الدول دون استثناء هو مهم، يؤسس لتفاهم عميق في الحياة بين مبني على القيم الإنسانية النبيلة، مبني على التعاون وليس حقيقة الأمن. إذا أخذنا فكرة الأمن، أن الأمن الحقيقي لا يقوم على الرصاص وعلى القوة وعلى العسكر. الأمن الحقيقي يقوم على بناء العلاقات. عندما تبني علاقات صداقة مع الدول أنت تحقق الأمن، وبالتالي ينتج عن ذلك الاستقرار والتنمية. وأبعد من ذلك، إذا حققنا السلم العالمي الذي يصبو إليه ميثاق الأمم المتحدة، إذن العالم سيكون في تقدم وازدهار دائمين. كيف ينعكس ذلك سعادة السفير داخلياً؟ داخلياً في الإمارات أم في البلدين؟ نمسا حقيقة هذا يساهم مساهمة كبيرة في تقدم البلدين. أنت تعلم أن الإمارات نحن نعيش في منطقة مضطربة، لكن نواحة من السلام والأمن، ونستمر على مدى 4 عقود أو أكثر. الإمارات دائما أزمات من حولها، ولكنها دائما تتقدم، يعني تتعامل مع الأزمات بحكمة وباقتدار. الأمن هو يأتي من بناء العلاقات الحقيقية والصداقات الحقيقية مع دول العالم، إن كان إقليميا أو عالميا. هذا تدركه قيادتنا الرشيدة، هذا ما أسسه الراحل الشيخ زايد طيب الله ثراه، وتستمر قيادتنا اليوم على نهجه في توطيد هذا. ينعكس بطبيعة الحال عدد الدول، لدينا علاقات مع دول العالم دون استثناء. اليوم من مقعدنا في مجلس الأمن سنرى دور الإمارات وأهداف دول الإمارات ستتحقق، بالرغم من أنها دولة ربما يعني نقول بلغت 50 عاما وهي فترة بسيطة بالتاريخ، لأنها إنجازاتها تفوق إنجازات دول لديها تاريخ طويل ومديد. الانعكاس سيكون إيجابا، سيكون على الاقتصاد إيجابا. لا تنسى أننا انعكاسات كورونا والجائحة كانت سلبية على الصحة وعلى الاقتصاد. بينما قيادتنا استمرت في العمل للناتج المحلي 2020، بينما كان العالم في يعبر في المراحل الأولى من الجائحة، الناتج المحلي كان ملفتا للانتباه حقيقة. وبالتالي الإمارات تفكر دائما وتستشرف المستقبل وتعمل للإعداد لمواجهة تحديات المستقبل. التعاون مع النمسا يحقق هذا. بطبيعة الحال هذا سيعود بالنفع على شعب النمسا، على الحكومة النمساوية، وعلى الفائدة اقتصادية. نعم.
على المجتمع الأوروبي ككل. بإذن الله. سعادة عمر البيطار سفير السابق الدبلوماسي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه التغطية الخاصة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية النمسا. وأعود مرة أخرى بالحوار إلى سعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية. إذن سعادتك في البيان الختامي لهذه الزيارة الهامة والتي توجت بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين، أكد البيان أن البلدان يحرصان على إقامة علاقات اقتصادية أوثق، وأيضا العمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكين للأعمال التجارية. سعادتك، نحن نعلم بأن جمهورية النمسا مهتمة كثيرا بتكنولوجيا الطاقة المتجددة وأشارت إلى ذلك بشكل واضح. النمسا أيضا هي أحد أهم شركاء إكسبو 2020. كيف ترى دخول النمسا لاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط من بوابة دولة الإمارات؟ جمهورية النمسا تشترك مع دولة الإمارات من ناحية الانفتاح الاقتصادي، كذلك تحريرها للتجارة وعدم لجوءها مثل ما عملتها دولة الإمارات إلى الحماية، مثل ما نشوفها اليوم في كثير من الدول سواء كانت في المنطقة أو خارج المنطقة. بالتالي المجالات اللي تستحوذ على اهتمامات البلدين، دائما الأمور اليوم نحن في دولة الإمارات متقدمين بشكل كبير في الاقتصاد، سواء كان الاقتصاد الرقمي، سواء كان الابتكار، سواء التويت اللي شفت أمس من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد راشد اللي احتضى في تكنولوجيا وجلبها الكثير من المستثمرين في المنطقة، وأيضا الاتصالات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والطيران. فكل المجالات هاي تسهم في بشكل رئيسي في رسم خارطة الطريق واضحة للتعاون المستقبلي ومركزة على مجموعة من القطاعات اللي تكلمنا عنها اللي هي ذات أولوية في المرحلة المقبلة. أيضا الاقتصاد الرقمي يمثل اليوم النموذج الأهم لبناء اقتصادات المستقبل في ظل التطورات المتلاحقة في عالم التكنولوجيا والاتصال وأثارها أيضا في واقع وأفاق التجارة والاستثمار في العالم. نعم سعادتك، مسألة إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكين للأعمال والاستثمار لتدفق التجارة للبلدين، خاصة وأن البلدان يشتركان في هاجس الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. نحن اليوم متعاونين بشكل رئيسي مع الأخوة في جمهورية النمسا، ومشاركة المسؤولين والخبراء في من الدول الصديقة، وأيضا من خلال تواجدنا في المنظمات المالية الدولية المعنية للوصول إلى نظم تشريعية متكاملة وأيضا يعني متسقة فيما يخص المعايير والضوابط، وأيضا فيها هناك الكثير من شفافية الآليات التنظيم وقنوات التواصل. هاي الأمور كلها مثل ما تفضلت بتساهم وبتحقق النمو المنشود في المجالات اللي تكلمنا عنها مثل الاقتصاد الرقمي والمجالات التجارية الاحتيادية اللي موجودة اليوم. نعم سعادتك، يعني الشراكة بين أو العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا امتدت إلى قرابة 50 عام مضت، ولكن اليوم نحن على مشارف علاقة استراتيجية شاملة بين البلدين. هل تتوقعون مضاعفة وزيادة الاستثمارات والملفات المتبادلة بين البلدين في السنوات القادمة؟ نحن شفنا يعني خلال السنوات الماضية أن التبادل هذا وصل في حدود وتجاوز النمو تجاوز 8%، وبالفعل يعني وجود مشاركة قوية من جمهورية نمسا في معرض إكسبو 2020، والمعرض هذا يعتبر يعني منصة عالمية لطرح أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات، كذلك يعني منصة موجودة لعقد الكثير من الشراكات والاتفاقيات سواء كانت شراكات تجارية أو استثمارية، وبالأخص في المرحلة المقبلة اللي هي مرحلة الابتكار ومجالات المعرفة والتكنولوجيا حتى ترتقي العلاقات وتساهم في تعزيز استدامة تلك العلاقات اللي ابتدت منذ أكثر من 50 سنة اليوم. نعم، تحدثت سعادتك عن معرض إكسبو 2020 دبي، ولعل هذا المعرض هو الحدث الأبرز في هذا العام وخلال الأعوام القادمة. ما هي الفرص التي قد يوفرها هذا الحدث اقتصاديا واستثماريا لسواء النمسا أو الأجنحة والدول المشاركة في هذا المعرض؟
مثل ما نعرف اليوم إكسبو دبي 2020 يعتبر أكبر معرض بمستواه على مستوى العالم. المعرض جذب كل دول العالم، جذب الأجنحة الكبيرة وشركات الوطنية من الدول المختلفة اللي تبرز أنشطتها وابتكاراتها من خلال هاي المنصة، وأيضا وجود شركات طيران كبيرة تستطيع أنها تجذب وتقرب المسافات سواء كانت الإمارات العربية لدبي أو الاتحاد. كل شركات الطيران تستطيع اليوم أنها تستقطب كل الأفراد وكل العقول، وبالتالي الاستفادة من المنصة، منصة إكسبو 2020 هي المنصة الرئيسية اللي تجذب العقول وتقرب أيضا الأفكار، تضعها في المنزلة الأولى اليوم لتبادل وجهات النظر وأيضا لتكامل الفرص الاقتصادية والمالية من خلال هذه المنصة. نعم، سعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه التغطية الخاصة. إذن رحب معالي سبستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى النمسا، مؤكدا أنها تعتبر محطة مهمة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين والتي شهدت تطورات كبيرة. وقال كورتس إن زيارة سموه مصدر سرور وشرف عظيم. وأضاف كورتس أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين النمسا والإمارات إلى شراكة استراتيجية أمر منطقي، وقال إن هناك العديد من الفرص لتوسيع العلاقات الاقتصادية لا سيما في مجال مصادر الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين. وعن أهمية مشاركة النمسا في إكسبو 2020 دبي قال المستشار كورتس إن المعرض فرصة لتقديم النمسا كمركز للابتكار والتكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الرقمي. من جانب آخر قال المستشار كورتس إن البلدين يعملان معا بشكل وثيق على مستوى السياسة الخارجية، وإن لديهما اهتماما كبيرا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية. وفيما أكد المستشار كورتس على ضرورة مكافحة التطرف العنيف قال إن بلاده تنظر إلى اتفاقيات السلام بين بعض الدول العربية وإسرائيل بشكل إيجابي للغاية، مشيرا إلى إمكانية استفادة الجانبين من تعاون أوثق يضمن المزيد من الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. وفي سياق تعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية النمسا واستنادا إلى إرث من الشراكة والتعاون بينهما، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي سبستيان كورتس مراسم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين. مسيرة العلاقات الثنائية في التقرير التالي. في الصداقة والتعاون مضت 5 عقود على علاقة تربط دولة الإمارات بجمهورية النمسا الفيدرالية، سجل خلالها البلدان محطات تاريخية وشراكات استراتيجية. وبالتزامن مع زيارة رسمية شرع فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فيينا، تمنح العلاقات المتميزة متانة وقوة استثنائية بين مختلف القواسم المشتركة بين البلدين. مهد عهد العلاقات بين الإمارات والنمسا رسميا بدأ في مارس من عام 1974، وأسهم في نشوئها الراسخ ونمائها كل من المغفور لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمستشار الراحل برونو كرايسكي، تقاطعا مع أهداف مشتركة لتحقيق السلام والاستقرار. وبالإبحار في عمق العلاقة تمتلك دولة الإمارات مكانة لدى النمسا كأهم شريك اقتصادي وتجاري في الخليج العربي منذ أكثر من 25 عاما، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري المشترك عام 2019 فقط 1,100,000,000 دولار. واليوم تنشط أكثر من 400 شركة نمساوية في الإمارات كمركز رئيسي لإدارة أعمالها في الخليج وشمال وشرق أفريقيا وأجزاء من الهند، مما يعكس مؤشرات تطور متميز في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والنمسا. ومع وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدولة الصديقة، تنتظر على طاولة الزيارة والمباحثات مع معالي سباستيان كورتس مستشار النمسا تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاعات مختلفة من بينها التعايش السلمي
والتعاون الاقتصادي وأكبر حدث دولي مرتقب، ألا وهو إكسبو دبي 2020. نتابع هذه التغطية وينضم إلينا الأستاذ مروان البلوشي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأيضا السيد جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. أبدأ معك سيد مروان، لا شك أن جزء كبير من هذه الزيارة والاتفاقات التي تم توقيعها تركز على الجوانب الاقتصادية وفرص الاستثمار، كيف تنظرون لذلك مع استراتيجية الإمارات في تنويع الأصول ومجالات الاستثمار في الخارج؟ أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفك الكريم. أنا أول شيء رح أبدأ بمقدمة تاريخية عن العلاقات هذه. العلاقات بين الإمارات والنمسا بدأت في الستينات من القرن الماضي، عندما شاركت النمسا في بناء عدة معالم في البنية التحتية في دبي، في أبوظبي، مثل جسر المقطع ومنشآت أخرى أيضا في الستينات. فأنت عندك في هناك تاريخ مسبق من التعاون الاقتصادي قديم، ونقل للخبرات أيضا يعود لما قبل الاتحاد. بعد الاتحاد كان في هناك زيارة تاريخية للشيخ زايد للنمسا في عام 75، واستقبله فيها المستشار النمساوي هيرست نيستر، اللي هو أيضا كان يهوى تربية الصقور وكان صقار، وأهدى الشيخ زايد طير، وهذا أسهم في ترسيخ العلاقات بين البلدين وجعل فيها نوع من الدفء على مستوى القيادات، استمر للجيل الثاني الآن. طيب أنا راح أجاوب عن سؤالك، لماذا النمسا مهمة اقتصاديا وجوانب أخرى للإمارات؟ عدة أسباب. أولا في هناك استثمارات نمساوية مباشرة في الإمارات بقيمة 7 مليارات دولار، وهذا مبلغ كبير بالنسبة لأي دولة أوروبية في منطقة الخليج، ولا أعتقد أن هناك دول أوروبية تستثمر بهذا الحجم في دولة خليجية واحدة. الشيء الثاني، النمسا أيضا جيدة للإمارات من عدة نواحي، وأهمها نقل التكنولوجيا، سواء التكنولوجيا العسكرية، تكنولوجيا الجيل القادم من الطاقة النظيفة، أو غيرها من التقنيات اللي احنا من الممكن ان نحصل عليها من النمسا بتكلفة اقل ماليا وسياسيا مقارنة مع الدول الأوروبية اخرى لها. النمسا دولة متقدمة، لديها قطاع تعليمي عالي، دولة تتحدث اللغة الألمانية، دولة قريبة من فرنسا وإيطاليا، فهي معاها كل ميزات هذه الدول، ولكن بدون بعض السلبيات السياسية، فأنت من الممكن أنك تتعامل معهم بكل سهولة ويسر وسلاسة. نعم. في نقل التكنولوجيا وغيرها. فالنمسا جدا مفيدة للإمارات من هذه النواحي. جميل جميل جدا. يعني أعود إليك للتحديث بتفصيل أكثر عن هذه الاستفادة بين البلدين، إذا تسمح لي أن أنتقل إلى السيد جمال الجروان. سيد جمال، يعني تجربة النمسا رائدة في مجال الاقتصاد، واليوم هذه الزيارة توجت باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ما دلالات هذه الشراكة في الجانب الاقتصادي التجاري الاستثماري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. أخ محمد، فرصة طيبة نلتقي معك بعد فترة، ودائما اللقاءات معك ومع مشاهدينك وبرنامجك الشيق، خاصة عندما نتكلم عن العلاقات الدولية وفي الاقتصاد وفي الاستثمار. اليوم حقيقة ننعم بهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في العاصمة النمساوية بحضور شخصي من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والمستشار النمساوي، فهذا إن دل أعطي دلالات. يعني دائما أخوي محمد ننظر إلى الزيارات الفارقة التي تعمل فرق. نحن نشهد في الخمس سنوات الماضية كانت الزيارات التاريخية التي قام فيها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، سواء كانت للهند أو الصين أو إندونيسيا، ودائما تتبعها اتفاقيات حقيقة لها منافع، ودائما العامل المشترك هو الاقتصاد والاستثمار.
فاليوم طبعا النمسا هي احدى دول وسط اوروبا، دوله مهمه جدا، لهم استثمارات كبيره في الدوله كما سلف ذكر من اخونا سيد موسى البلوشي. فسبع مليار التي قامت فيها الشركات النمساوية تقريبا اكثر من 400 شركه تعطي دلاله على مكانه دوله الامارات اليوم ليس فقط للنمسا ولكن عالميا. الحمد لله دولة الإمارات لها مكانة ومركز اقتصادي قوي محوري في المنطقة اللي يخدم قارتين مهمات خاصة للدول الأوروبية آسيا وأفريقيا. آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط أخوي محمد يمثلان محور ثلاثي اقتصادي بالنسبة للدول المصنعة، والإمارات تلعب دور قوي جدا في هذه المرحلة، لأن أول شيء الغرب ينظر إلى دولة الإمارات كمركز إقليمي اقتصادي مهم جدا، أول شيء لسبب القوة في البنية التحتية التي تنعم فيها دولتنا الحمد لله، وجود تاسع أكبر ميناء أو موانئ في دولة الإمارات تخدم تقريبا 4 مليار نسمة يعيشون حول دولة الإمارات في قارتين مثل ما ذكرنا ووسط آسيا. نعم. فدولة الإمارات أول شيء يبرز أهميتها للعالم وأهميتها لأوروبا وأهميتها الاقتصادي والاستثماري. فنحن حقيقة يعني أشوف التوقيت مناسب، وكان مناسب جدا خاصة نحن اليوم نبرم اتفاقيات وليس مذكرات تفاهم في فرق. فهذه الاتفاقيات الخمس التي تم نشرها في الإعلام منذ فترة بسيطة دل أن هناك في علاقة استراتيجية ليس فقط في مجال معين مجال الاقتصاد والسلم، لكن دائما وهذه زيارات عودنا عليها سيدي صاحب الشيخ محمد أن تكون اتفاقيات شاملة، وهذا ما دلت على الزيارة الشخصية وحضوره شخصية الله يطول بعمره. فنحن اليوم الحمد لله نضرب مثل مرة ثانية أن دولة الإمارات هو الحليف الأول في المنطقة. طبعا العلاقة مثل ما ذكر أخوي موسى البلوشي علاقة بعيدة المدى، اللي يميزها أن هي طبعا مش من دول غرب أوروبا، هي دولة وسط أوروبا، في تشابه وفي بيننا وبين النمسا في أمور كثيرة خاصة في التشكيلة الحكومية. هي دولة فيدرالية مشابهة لدولة الإمارات، نظام الحكم مشابه، ففي أشياء مشتركة. نعم. مع سيد جمال، يعني اسمح لي أن يعني أتطرق لموضوع الاتفاقية، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. في من وجهة نظر المستثمرين، نحن نعلم بأن البلدين لديهما هاجس وطموح كبير في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة. إلى أي مدى وجود هكذا استراتيجيات شاملة وعلاقات وطيدة بين البلدين وقادة البلدين هو مريح للمستثمرين من الجانبين؟ نعم، سؤال ممتاز أخوي محمد. حقيقة أقول شيء واحد في الموضوع، اللي وقع الاتفاقية من جانب الإمارات هو معالي الدكتور سلطان الجابر. معالي الدكتور سلطان الجابر حقيقة يحمل في جعبته ملفين مهمات. الملف الأول هي أدنوك وهو البترول والغاز. ما في شك أن عندنا علاقة مع شركة OMV النمساوية، وأيضا نحن كشركة مبادلة للاستثمار تمتلك تقريبا حصة في هذه العملاق البترولي الغازي في أوروبا OMV ما يقارب 25%. هذا مهم جدا. أيضا هم لهم استثمارات في أدنوك للتكرير ما يقارب مليار دولار، ففي تبادل استثماري بين الجعبة الثانية أو الطاقة الثانية اللي يحملها معالي الدكتور سلطان الجابر هي الصناعة. أيضا رسالة مهمة للمصنعين الإماراتيين والمصنعين النمساويين أن هناك في شراكة راح تكون في العملية ما تتعلق بالصناعة الثقيلة. فأيضا هذه حقيقة دلالة مهمة جدا مثل ما ذكرت في بداية الحديث. فنحن اليوم أعتقد يعني علاقتنا مع النمسا تعززت بشكل كبير جدا بشكل الحدث بمن حضر الحدث، والاتفاقيات التي تم إبرامها حقيقة يعني نبارك للشعبين. نعم. الشعب النمساوي والشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا الوسط الاقتصادي السياسي في الدولة
بأن دولة الإمارات تستمر في عمل تحالفات استراتيجية اقتصادية سياسية استثمارية. مبارك للقيادة الرشيدة. نعم سيد جمال، أرجو أن تبقى معنا، سأعود إليك للحديث عن تفاصيل أكثر، ولكن أعود مرة أخرى إلى السيد مروان البلوشي الباحث في العلوم السياسية. اسمح لي أن أبقى معك في إطار العلاقات الدبلوماسية السياسية البرلمانية بين البلدين. هناك رؤية مشتركة بين الإمارات والنمسا خصوصا فيما يتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب، ولا شك بأن النمسا قطعت شوط مهم في هذا المضمار، عززت إجراءات مكافحة التطرف بحظر رموز وشعارات وجماعة شعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى. ما هي أهمية التعاون لتجفيف الملاذات المالية والاقتصادية على التنظيمات المتطرفة؟ شكرا على هذا السؤال المهم. طبعا الإمارات هي دولة رائدة في هذا المجال، وتقدم نفسها للغرب على أنها هي مركز الاعتدال والتسامح والتنوير ومحاربة الأفكار المتطرفة في منطقتنا. النمسا تاريخيا كانت هي ملجأ لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الخمسينات والستينات في القرن الماضي، واستضافتهم البلاد ومنحتهم حق اللجوء والتنظيم وإلى آخره، وأصبحوا مواطنين نمساويين ودخلوا في المجتمع النمساوي المسلم وتحكموا فيه. وأيضا انطلقوا من النمسا، استغلوا موقعها الجغرافي وانطلقوا إلى أماكن وبلدان أخرى في أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى. المعاناة النمساوية مع الإسلام السياسي بدأت في السنوات الأخيرة، بمعنى أن النمسا بدأت بدفع أثمان ما فعلته في الخمسينات والستينات في السنوات الأخيرة، والانفجارات المتتالية، تطرف الشباب النمساوي من المهاجرين من الجيل الثاني، انتشار الأفكار المتطرفة وردة الفعل عليها، الأفكار العنصرية لدى الغالبية النمساوية البيضاء، هذه كلها بدأت بإقناع النخبة السياسية النمساوية بأن هناك حاجة لفعل شيء مختلف، بأن هناك حاجة لاستراتيجية وتكتيكات مختلفة. هذا توافق، هذه الحاجة النمساوية توافقت مع التوجه الإماراتي الكبير والمركز منذ بداية الربيع العربي، اللي هو محاربة جماعة الإخوان المسلمين سياسيا عقائديا ايديولوجيا لوجستيا في كل العالم العربي، لأن هذه الجماعة تمثل خطر وجودي ليس فقط لاستقرارنا السياسي، لكن أيضا حتى تمثل خطر وجودي لتشكيلتنا الفكرية والاجتماعية والثقافية، ليس فقط في الإمارات لكن حتى في الخليج والعالم العربي والعالم الإسلامي ككل. يعني نعم. طيب سيد مروان، تفضل. اي كان في هناك تعاون بين الإمارات والنمسا في هذا المجال. خلينا نقول في البداية كان في هناك تلاقي في وجهات النظر، كان في هناك نقاش، كان في هناك حديث، والآن نجد ان في هناك تعاون على عدة مستويات، في هناك تفاهم يعني، وفي هناك ايضا تعلم للدروس. النمسا الآن هذه الدولة الأوروبية العريقة تتعلم وتطلب من الإمارات بعض الخبرات في هذا المجال، وأنا أعتقد أن هذا الشيء جيد للإمارات حتى على المستوى الأوروبي يعني. نعم. ما كنت أود أن أسألك عنها سيد مروان، التعايش السلمي بين الدول، يعني وكالة أنباء الإمارات وام قالت أن من بين أهم الملفات التي يعني يتم مناقشتها في هذه الشراكة ملف التعايش السلمي، ولعل العلاقات البرلمانية بدأت بالملف التعايش السلمي. لكن اعذرني سيد مروان، سأعود إليك وأعود إلى ضيفي جمال الجروان بعد، ولكن أرحب بسعادة إبراهيم سالم المشرخ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا. بداية سعادة السفير، نبارك لكم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والنمسا، ولا شك أن السلك الدبلوماسي لدولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بذل جهد كبير جدا للوصول لهذا الاتفاق. كلمتك سعادة السفيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المباركة، ونبارك لشعب دولة الإمارات والشعب النمساوي التوقيع اليوم على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وبالنسبة للعلاقات الودية بين البلدين، بدأت
في عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمستشار راحل برونو كرايسكي. اجتمع الزعيمين لأول مرة في العام 1973، وتطورت هذه العلاقة وتوجت بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين في العام 1974. والنمسا لا تعد فقط شريك سياسي، بل هي أهم شريك اقتصادي وتجاري في منطقة الخليج والشرق الأوسط. واليوم تتوج زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى جمهورية النمسا، تطلع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية لرفع هذه العلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية تخدم مصالح الدولتين لعقود قادمة إن شاء الله. نعم، إذن سعادة السفير علاقة تاريخية ممتدة بين البلدين، ولكن بفضل حكمة قادة البلدين تم تتويج هذه العلاقة بتوقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ما الذي يعنيه توقيع اتفاق الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا بالنسبة لشعب دولة الإمارات وأيضا للشعب النمساوي؟ طبعا الشراكة الاستراتيجية كما ذكرت هي تتويج لسنوات عديدة من الاجتماعات والتنسيق بين الدولتين، وكذلك وجود حركة استثمارية بين الدولتين. دولة الإمارات تستثمر طبعا في قطاعات عديدة في النمسا، كما أن النمسا تستثمر في الدولة من خلال الشركات النمساوية المتواجدة فيها والتي يبلغ عددها تقريبا 400 شركة إلى يومنا هذا. يعني سعادة السفير، توقيع يعني بعد توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، كيف ترى العلاقات الوطيدة بين المستثمرين رجال الأعمال وأيضا السياح وشعب الإمارات والشعب النمساوي في الفترة القادمة؟ بالنظر إلى حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والشراكات بين البلدين في القطاعين العام والخاص، وإلى مخرجات الزيارة اليوم إلى النمسا وتدوجها بهذا بتوقيع على الشراكة الاستراتيجية الشاملة، من المتوقع خلال الفترة القادمة طبعا أن تزيد الاستثمارات بين البلدين ويزيد التعاون بين البلدين في شتى المجالات، العلمي والتكنولوجي والطبي أو الصحي، وفيما يخص كذلك الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي. كل هذه الأشياء وكل هذه المواد يجب أو سيتم حتما مناقشتها في المستقبل، وسيعزز أو ستعزز هذه الشراكة في تفعيل هذه المبادرات وتطلعات البلدين نحو مستقبل أفضل إن شاء الله. سعادة السفير، اسمح لي في سؤالي الأخير أن أسألك عن إكسبو. لا شك بأن جمهورية النمسا لديها تطلع كبير للمشاركة بفعالية بجناح مهم وكبير في إكسبو 2020 دبي. ما هو حجم الجهد المبذول لإنجاح مشاركة النمسا في إكسبو 2020 دبي لتكون الإمارات هي بوابة لاستثمارات نمساوية في منطقة الشرق الأوسط في المستقبل؟ النمسا معروفة طبعا بمنتجاتها ذات الجودة والكفاءة العالية والتكنولوجيا المتقدمة، ولا شك أن مشاركة النمسا في الحدث الأكبر عالميا إكسبو دبي 2020 سيعد فرصة لعرض الحلول والابتكارات التكنولوجية في قطاعات عديدة كما ذكرت سابقا، قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والقطاعات البيئية والزراعية وفي قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بصفة عامة. نعم، سعادة
نعم سعادة إبراهيم سالم المشرخ سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا، شكرا جزيلا لك ونبارك لكم مرة أخرى هذا التتويج بتوقيع اتفاق الشراكة الشاملة. أعود مرة أخرى إلى السيد جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وقد يكون هذا السؤال الأخير: كيف يرى القطاع الخاص وجود هذه الشراكة بقطاعاتها المختلفة الاستثمارية السياحية؟ ما هو حجم الفرص الحقيقية المأمولة في الفترة القادمة بعد توقيع هذه الاتفاقية؟ شكرا أخ محمد، تحية حقيقة مناسبة طيبة نلتقي مع سعادة السفير الأخ إبراهيم سالم مشرخ، تحية من صديق قديم وله التحية حقيقة من المجتمع الاستثماري الإماراتي على الجهد الذي يقوم فيه سعادته. إجابة لسؤالك سيد محمد، نحن طبعا ما في شك النمسا عددنا لها دراسة، وهي تقع من ضمن أهم 30 سوق لدولة الإمارات، أهم 30 سوق من حيث التجارة المتبادلة، وأهم 30 سوق في العالم من حيث الاستثمارات، سواء كانت الاستقبال الاستثمارات في الإمارات أو تصدير الاستثمار لهذه الدولة. دولة مهمة جدا بلا شك، وتعني كثير، خاصة نحن الآن يعني نحضر استراتيجية تنفيذية للقطاع العام أو الخاص كاستراتيجية لدولة الإمارات ما يتعلق بالخارطة الاستثمارية. نحن نرى في هناك قطاعات مهمة جدا ذكرها سعادة السفير، وهذه تقع بالضبط في مركزية استراتيجيتنا العمل بالخارج. دولة الإمارات أخ محمد لا يخفى عليك نشطة أو تعتبر من الأنشطة ليس فقط في المنطقة العربية أو في المنطقة سواء كان في غرب آسيا، نحن الأول ولله الحمد في استقطاب استثمارات أجنبية، ونحن الأول في تصدير استثمارات للخارج. دولة الإمارات تنعم اليوم بأقوى صناديق استثمارية في العالم، لدينا أجهزة استثمارية وصناديق استثمارية نفتخر بها، عملت منذ 40 أو 45 عام، لدينا جهاز قوي جدا اليوم من المراكز الثلاثة الأولى في العالم، جهاز أبوظبي للاستثمار، لدينا شركة مبادلة للاستثمار، لدينا مؤسسة دبي للاستثمار، لدينا أيضا صندوق سيادي حديث هو أبوظبي القابضة، لدينا صناديق عدة في دولة الإمارات التي لها إرث كبير في الاستثمارات الخارجية. نحن لم نقف خلال الجائحة بتصدير استثماراتنا بالخارج، لأن نؤمن إيمان راسخ بأن عملية الاستثمار متبادلة، تستثمر في دول والدول تستثمر في دولتنا، وهذا على سبيل المثال اليوم مثال حي بيننا وبين جمهورية النمسا، لها استثمارات ما تقارب 7 مليار دولار في دولة الإمارات، ولدينا استثمارات تفوق العشرة مليار. سيد جمال، ضمن اتفاق الشراكة الاستراتيجية هناك مدة زمنية مقدرة بخمس سنوات لتقييم هذه الشراكة، كيف ترون هذا التحدي؟ ماذا تتوقعون خلال الخمس سنوات القادمة؟ سيد محمد، دولة الإمارات نجحت وتنجح في العمل بالخارج، نحن هذه ليست الاتفاقيات الأولى، بالعكس دولة الإمارات، وهذه هي ميزة دولة الإمارات، دولة الإمارات تتميز في العمل الخارجي، لدينا باع وتاريخ وإرث بناه المؤسسين، بناه قائد هذا الاتحاد، مؤسس هذا الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهذا الإرث الآن يحمله أبناءه وشعبه، فنحن معروفين ولينا باع وخبرة طويلة في تنفيذ اتفاقيات، ولله الحمد سمعة دولة الإمارات وسمعة شركاتها التي صدرت شعاراتها بالخارج سواء طيران الإمارات أو طيران الاتحاد، الاتصالات دي بي وورد، موانئ أبوظبي، بروج، ولدينا مبادلة آدية لسه تستمر جميل. والحمد لله دولة الإمارات التزم دائما. نعم، متفائلون كثيرا بهذا التحدي وبالخمس سنوات القادمة بإذن الله. شكرا لك سيد جمال الجروان. أعود مرة أخرى لمروان البلوشي، كنت أريد أن أسألك عن ملف هام جدا، التعايش السلمي، ما هي بشكل سريع إذا تسمح لي، ما هي الرؤية المشتركة بين كل من
الإمارات والنمسا في هذا الملف الهام والحساس؟ دولة الإمارات عبر توقيع اتفاقية معاهدة السلام الأخيرة مع إسرائيل أعطت مثال لباقي أوروبا عن بلد من الشرق الأوسط قادر أن يكون عنده رؤية للأمام، رؤية مستقبلية غير محملة بصراعات الماضي، غير محملة بذكريات الماضي، وبلد قادر على الحركة السريعة نحو دولة اللي إسرائيل كانت تعتبر عدو في العالم العربي. الآن هذا مثال إيجابي للأوروبيين، هذه بادرة إيجابية للأوروبيين. فأنا أعتقد النمسا بخبرتها التاريخية كدولة شاركت في الحرب الباردة وكانت طرف فيها، وأيضا دولة شاركت بفعالية في بناء الاتحاد الأوروبي والسلم الأوروبي، تقدر هذا الإرث لتبنيه الإمارات حاليا. فأنا بالعكس أشوف أن إذا احنا نتكلم عن ملف مثل التعايش بين الدول اللي هو يدخل ضمن نطاق القوة الناعمة، أنا أعتقد في هناك تقدير أوروبي وغربي عالي للمبادرات للقيادة الإماراتية في هذا المجال. الحقيقة الكلمة المناسبة مش المبادرة، هناك قيادة إماراتية لنشر السلام في المنطقة وعمل اختراق في هذا المجال. نعم سيد مروان، إذا تسمح لي أن أرحب في هذه التغطية الخاصة بالأستاذ حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد. شكرا لك أستاذ حمد على وجودك معنا في هذه التغطية الخاصة. ما هي دلالات التفاهم الكبير بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، هذا التفاهم الذي توج باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ نعم، في البداية نمسي عليكم بالخير ونمسي على جميع ضيوفكم المتحدثين الأخوة الكرام. طبيعة العلاقة دولة الإمارات منذ تأسيسها نجد أنها يعني أرست علاقات وشراكة مع مختلف دول العالم، ومن بين هذه الدول طبعا جمهورية النمسا اللي حاليا يتم في بينهم شراكة استراتيجية في الوقت الراهن وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. وإذا تأملنا على يعني مدة العلاقة هاي تمتد لأكثر من 5 عقود، وتجاريا أكثر من ربع قرن تقريبا، من 26 سنة من خلال شركة مبادلة. وأيضا النمسا يعني جمهورية النمسا أيضا لها يعني في دولة الإمارات أكثر من 400 شركة تقريبا في مختلف المجالات. هناك علاقات يعني استراتيجية يعني بين البلدين، مثل ما تفضل ضيفك الكريم قال أن تجاوزت يعني الاستثمارات المباشرة أكثر من 7 مليار يورو. هذا رقم مش يعني بسيط وليس سهل باختيارهم لدولة الإمارات لتكون أيضا نافذة لهم على الشرق الأوسط وأيضا على في يعني على الدول الآسيوية. نعم، هناك كثير من الشركات النمساوية يعني الجدير بالذكر أن في عديد من الشركات النمساوية شاركت في مشاريع استراتيجية في دولة الإمارات، بينها مثلا على سبيل المثال جسر المقطع، جسر الشيخ خليفة، جسر دبي العائم، متحف اللوفر، بعض مشاركة في بعض أجزاء من قوالب برج خليفة، في مركز الشيخ زايد. هناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية اللي تعتبر يعني معالم الشركات النمساوية كانت يعني مشاركة فيها. وأيضا يعني هناك فرص كبيرة بين البلدين خاصة بالشراكة اللي توقعت لهم أيضا في المجال في القطاع السياحي، لما يعني تتمتع من ظروف يعني متشابهة فيما يتعلق بالتعايش والتسامح ورفض الإرهاب يعني والتطرف. نعم، والنمسا لا شك تعد وجهة مفضلة للسائح الإماراتي. اسمح لي أن أتطرق لموضوع الثوابت، لا شك بأن هناك ثوابت ومحاور يعني تنطلق منها العلاقات بين الدولتين. ما هي أبرز هذه الثوابت التي استطاعت من خلالها دولة الإمارات والنمسا أن تصل إلى موضوع توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية؟ بلا شك هو من أهم الأسباب واللي تتميز في دولة الإمارات موضوع التسامح الذي يعني صدرته الإمارات من منطقة الشرق الأوسط للخارج، واللي تقبله يعني الغرب
يعني ونتكلم عن النمسا بالتحديد بشكل يعني كثير من الانفتاح الحضاري اللي اشتغلت عليه الإمارات. وهناك في ملفات مشتركة يعني جديرة أيضا بالذكر أن في منتصف العام الماضي يعني النمسا شرعت في خطة شاملة لمكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها، وقررت عدة إجراءات، وأيضا عدلت عدة من القوانين لملاحقة أيضا العناصر الإرهابية على أراضيها في مايو الماضي، وحضرت عدة نشاطات إرهابية، وهو ما تقوم وما تنادي به دولة الإمارات عالميا، نفس يعني نفس التوجه عالميا. وأيضا مجلس النواب النمساوي في يوليو الجاري يعني أقر أيضا قانون يستهدف أنشطة تنظيم داعش ومنظمة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأيضا بموجب هذه القوانين الجديدة سيتم مراقبة وإلزام مرتكبي الجرائم الإرهابية المفرج عنهم بوضع ما يسمى بالسوار الإلكتروني في الكاحل. هذه يعني وأيضا نظرة يعني الأصدقاء النمساويين فيما يتعلق بموضوع التسامح والتعايش وتجربة الإمارات الثرية يعني باحتضانها أكثر من 200 جنسية والقوانين التي أيضا شرعت في الإمارات للحفاظ على التناسق والتعايش يعني بين الإنسان، وأيضا إنسانية دولة الإمارات. ولا ننسى يعني هناك أيضا أشياء مهمة جدا الإمارات اليوم من ضمن يعني فريق نادي الفضاء الدولي. الإمارات عندها مشاريع كبيرة جدا. نعم. في زيادة المعرفة الإنسانية. أستاذ حمد، يعني ما ذكرته من إجراءات بادرت جمهورية النمسا لإقرارها في الفترة الماضية، هل برأيك تعكس هذه الإجراءات على المساهمة في ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأيضا تجفيف منابع ومصادر الإرهاب في الغرب؟ بلا شك هذه خطوات كانت ضرورية وكانت يعني تطلب أن أيضا مختلف يعني دول العالم والدول يعني المحيط في الدول الأوروبية أن تسعى لنفس هذه الخطوات بتجفيف هذه المنابع. بعض المنظمات الإرهابية بسهولة الحركة بين الاتحاد الأوروبي وما شابه ذلك وجدوا الفرص السانحة للتحرك ونقل الأموال وما شابه ذلك، وأيضا يعني هذه الإجراءات تحد وتجفف من هذا الانتقال، وايضا تساهم بشكل كبير في يعني في وضع حد للتطرف ووضع حد للارهاب. وهذه هي رساله الامارات. الامارات دعمت الاستقرار في شتى انحاء العالم، يعني الامارات ساهمت في مختلف الملفات السياسيه التي وضعت يعني ساهمت سواء كانت بين اريتريا واثيوبيا للتذكير يعني هذا الكلام، او ايضا في موضوع السودان، وايضا بين الهند وباكستان. هناك الكثير من الملفات الامارات التي سعت فيها للسلام بشكل يعني حتى يعني لا يكون هناك فرصه صانحه للارهاب او اي تطرف في هذه المنطقه. نعم، بالحديث عن محاربه الارهاب والتطرف، كان واضحا استاذ حمد في اتفاق الشراكه الاستراتيجيه ربط التنميه بالاستقرار، الى اي مدى تساهم او يساهم الاستقرار فعلا في ايجاد تنميه في منطقتنا العربيه؟ بلا شك هو الاستقرار والأمن عامل رئيسي للتنمية في الشعوب. إذا لم يكن هناك استقرار فلم يكن هناك مستثمرين. المستثمرين يعني اليوم احنا لما نتكلم عن وجود أكثر من 400 شركة نمساوية وتشتغل من تقريبا من ربع قرن في الإمارات، وتعتبر الإمارات كمركز رئيسي لإدارة أعمالها في الخليج وشمال أفريقيا وأجزاء من الهند، يعني تخيل. إذا احنا نجد أن 400 شركة تشتغل في الإمارات وهي كمركز رئيسي لها، هذا عامل قوة. وهذه الشركات النمساوية وغيرها من الشركات يعني الأجنبية التي تجد أن الإمارات هي يعني مكان آمن ومستقر سواء على الجانب السياسي أو على الجانب الاقتصادي أو أيضا على الجوانب الأمنية.
الإمارات نعم. اليوم بيئة خصبة. شهدنا أمس تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حينما ذكر مصطفى قنديل الذي أتى إلى دبي وساهم بتأسيس شركة وصل رأسمالها لأكثر من مليار، وهذه قصة نجاح تكتب لدبي وتكتب للإمارات، وأدرجت هذه الشركة في الأسواق المالية. الإمارات هي وجهة للمستثمرين، وبذلك تتحقق التنمية بعد الاستقرار بلا شك. نعم. إن حينما يتواجد الاستقرار ستتواجد التنمية وما شابه ذلك. إذن التنمية تساوي الاستقرار، وعدم التنمية يعني يساوي في المقابل عدم الاستقرار. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ مروان البلوشي. لا شك بأن الاتفاق الشراكة ركز على جوانب كثيرة، منها لجنة الصداقة البرلمانية، وأيضا الفنون والثقافة والتراث كجوانب رئيسية في التعاون بين البلدين. إلى أي مدى يساهم هذا التعاون في ترسيخ وتنمية هذه الشراكة مستقبلا؟ شكرا على هذا السؤال المهم، وأهمية هذا السؤال تأتي من أن الإمارات من أنشط اللاعبين في المنطقة في مجال القوى الناعمة، وإحنا نعرف أن في العلاقات الدولية الاهتمام بالثقافة بالفنون بالتراث ونشرها يأتي ضمن جهود ترسيخ وزيادة رصيد الدولة في القوى الناعمة. ما هي أهمية القوى الناعمة للإمارات؟ المسألة واضحة جدا، الإمارات دولة الآن ناشطة في المنطقة، قد تكون قوة إقليمية، ودولة لها تدخلات في كثير من الملفات المهمة، ولذلك أنت محتاج رصيد كبير ومتجدد من القوة الناعمة الموجودة في البلاد، واللي من الممكن دائما زيادته وتوسيعه. الأوروبيين دائما تلفت نظرهم هذه الأمور، الأوروبيين هم أبناء وأحفاد حضارة قديمة، فلذلك أنت عندما تستثمر في القوى الناعمة في الثقافة في الفنون في التاريخ في المتاحف تزيد رصيدك عندهم وتزيد قابلية تقبل سياساتك لديهم. فأنا أرى أن هذه الخطوة الإماراتية في توسيع التعاون مع النمسا التي هي أيضا إحدى معاقل الموسيقى الكلاسيكية والفنون المسرحية والأدائية في أوروبا الغربية جدا خطوة ذكية. أنا أراها أن هي أيضا خطوة متناسقة مع استراتيجية قديمة للدولة تتعلق بالقوة الناعمة، والقوة الناعمة الإماراتية والقوة الصلبة هم جناحي السياسة الخارجية للإمارات. فلذلك أنا أرى أن يعني التطرق إلى هذا المجال وبالذات عند التعامل مع الدول الأوروبية جدا مهم أكثر من مناطق أخرى في العالم. الكل يهتم بالقوى الناعمة، ولكن الأوروبيين نظرا لموروثهم الحضاري وحساسيتهم التاريخية يهتمون بهذا الجانب جدا. فلذلك أنا أرى أن هناك ذكاء إماراتي في اللعب على هذه الأوتار في التعامل مع الأوروبيين. يعني جميل جدا. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد. أستاذ حمد، يعني تحدث مستشار النمسا عن مواجهة التحديات الدولية كقضية تغير المناخ، والإمارات بلا شك أعلنت التزامها بالأهداف الخاصة بخفض الانبعاث الكربوني. كيف يمكن ترجمة التعاون الثنائي في مجال التصدي لتغير المناخ والذي أصبح بلا مبالغة هما دوليا؟ صحيح، هذه من الملفات المهمة التي تهتم فيها دولة الإمارات وتهتم فيها أيضا جمهورية النمسا من خلال المشاركة أيضا في الاجتماعات الأخيرة، لا سيما كان هناك اجتماع الأسبوع الماضي في لندن، وكان هناك التزام من جميع الأطراف بخطة ما يتعلق بموضوع التغيير المناخي. الإمارات قدمت الكثير في هذا الملف، سواء كان من ناحية التشريعات أو أيضا من ناحية الخطط ومن ناحية الأبحاث التي تجريها. وأيضا في جمهورية النمسا أيضا لديهم الكثير من الأبحاث فيما يتعلق بموضوع التغيير المناخي والمساهمات،
وايضا كان لهم ايضا صوتا فاعلا في هذا الشان بما وخاصه حينما كان يعني حينما كان هناك بعض ما يتعلق ببعض الاصوات التي اعتبرت ان هذا الملف يعني مبالغ فيه دوليا، ولكن كانت ايضا النمسا من ضمن الملتزمين وتطابقت الرؤى والاهداف مع دولة الامارات بما يتعلق بهذا الملف. نعم، أعود إليك أستاذ مروان، واسمح لي أن أقف عند قضية مهمة ألا وهي قضية الساعة، جائحة كورونا. مستشار النمسا قال إن بلاده تتطلع للتعاون مع دولة الإمارات في الحرب على كورونا. كيف تحولت الإمارات اليوم إلى قاعدة متقدمة في الحرب العالمية على فيروس كورونا؟ مشكور مرة أخرى على هذا السؤال المهم، سؤال جدا جيد، وأنا عشان أجاوب عنه خليني أعطيك السياق اللي حصل مؤخرا واللي يحتوي على مقارنة بين الأداء الإماراتي في التعامل مع الجائحة والأداء الأوروبي. الأداء الأوروبي جاء ضعيفا، يعني برغم أن أوروبا هي من أكثر المناطق في العالم تقدما وغنى وتفوقا، وإحنا نتعلم في النهاية من الغرب وأوروبا الكثير من الأمور، لكن في هذه الجائحة بالذات أتى الأداء الأوروبي مفاجئا ومخيبا للآمال وضعيفا، سواء كان ذلك على مستوى الدول أو المجتمعات. في المقابل في هناك عدة دول غير غربية ومن بينها الإمارات ودول الخليج أيضا. الإمارات تميزت جدا جدا في أدائها الحكومي، يعني احنا شاهدنا حكومة فعالة وقوية وسريعة في الإمارات، وأيضا التزام شعبي بما تطلبه هذه الحكومة، ولذلك هناك تعافي اقتصادي سريع، لذلك تمكنت الإمارات من اللعب بذكاء على دبلوماسية المساعدات الإنسانية ودبلوماسية اللقاحات خلال هذه الفترة. النمسا مثلها مثل باقي الدول أو مثلها مثل بعض الدول الأوروبية تريد أن تتعامل مع نماذج ناجحة من خارج الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن هناك الآن تعاون إيطالي مع الصين. اللي قاله المستشار النمساوي سباستيان كيرز أنا مش مستغرب منه، لأن الأوروبيين الآن بدأوا ينتبهون لنماذج ناجحة خارج قارتهم، بدأوا يرون أن في هناك تفوق غير غربي على مستوى الأداء الحكومي، وأن هناك بلدان قد تكون حديثة في عمر الزمن ولكنها تقدم نماذج في القوة الصلبة وحتى الناعمة من الممكن التعلم منها، والإمارات مثال على ذلك. وأنا أقول هذا الكلام بلا عاطفة وبلا فخر وطني، ولكن هناك المؤشرات الدولية وغيرها تتكلم بالنيابة عني. فلذلك أنا مش مستغرب من أن في هناك ثناء نمساوي على تجربة الإمارات، وهناك تطلع للاستفادة وربما حتى التعلم من أبرز الدروس الإماراتية في التعامل مع هذه الجائحة. لماذا؟ يعني عشان أختصر الموضوع وأضع النقاط على الحروف، الإمارات كانت متفوقة جدا في مجال سرعة وفعالية الأداء الحكومي والاستجابة الشعبية والتعافي السريع من هذه الجائحة. النمسا هذه الدولة العريقة تريد أن تستفيد من هذه الدروس، فأنا جدا سعيد لذلك. نعم، شكرا لكم شكرا لكما ضيفي الكريمين، الأستاذ حماد الكعبي رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، وأيضا شكرا لك سيد مروان البلوشي الباحث في العلوم السياسية. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الخاصة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية النمسا الاتحادية، والتي توجتها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. شكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة الخاصة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.